بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق، ولسه بنتكلم عن الآداب الإسلامية وما أحوجنا إليها. انتهيت في اللقاء الماضي من الحديث عن آداب الوضوء، النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن آداب الغسل. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. عندنا غسل واجب وغسل سنة. الغسل الواجب زي غسل المرأة من الحيض ومن النفاس وبعد الولادة، وأيضا عند التقاء الختانين يعني بعد المعاشرة الزوجية يجب على الرجل وعلى المرأة الغسل، وعند الاحتلام من احتلم وهو نائم فيجب عليه أن يغتسل إذا استيقظ، لأن لما جاءت المرأة تسأل النبي: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وفي رواية: إنما الماء من الماء. كذلك أيضا الغسل للميت، يعني يجب علينا أن نغسل الميت قبل تكفينه وقبل الصلاة عليه ودفن الميت. له أربع حقوق في رقاب الأحياء: أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن. طيب، ده بالنسبة للأغسال المفروضة الواجبة، غسل واجب وفرض. إيه الغسل السنة؟ غسل الجمعة، والغسل في يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، والغسل عند صلاة الاستسقاء وعند الخسوف وعند الكسوف، والغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل لدخول المدينة المنورة، والغسل للمبيت بمنى، والغسل للوقوف بعرفة. لكن في منى وفي عرفة لو أنت محرم تبتعد عن الصابون وعن الروائح. كذلك أيضا من السنن في الغسل أو من الأغسال المسنونة غسل الكافر إذا أسلم، والغسل من غسل الميت، ودي سنة مهجورة. خذوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الراجل اللي بيغسل الميت ده من السنة أن يغتسل بعد تغسيل الميت. طب اللي بيشيل ميت على كتفه: ومن حمل ميتا فليتوضأ. هذا على سبيل السنة والاستحباب، ليس فرضا، إنما هو من السنن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أداب الغسل، إيه الأداب اللي تأدب بيها عند الغسل؟ أول حاجة التسمية، وهنتكلم عنها، ولكن أروح فاصل وارجع لكم تاني. خليكم معايا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع أداب الغسل. أول أدب من أداب الغسل التسمية قبله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن التسمية، إنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده بيبقى حجاب
ساتر بين عورات الإنس وأعين الجن. ما خدوا بالكم من حاجة، يجي دلوقتي الشباب والبنات يشتكوا، ده أنا علي جن، ده أنا ملبوس، ده أنا علي عفريت، ده أنا زعلان، ده أنا متضايق. اوعى ان انت تخلع ملابسك دون ان تسمي. اوعي وانت بنت او امرأة تقفي امام المرآة فترة طويلة والانسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان ربنا بيقول في القرآن: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى من اداب الغسل التسمية قبله، التسمية من اداب الغسل ان انت تسمي. هيبقى في ساتر وفي حجاب وفي فاصل بين الانس وبين عين الجن، الجن لا يتمكن منه طالما قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا من آداب الغسل ستر العورة. الإنسان لو هو بيغتسل في مكان ما، مكان يعني مفتوح زي بحر أو حمام سباحة، لابد من ستر العورة. طيب واحد بيسأل النبي بيقول له: طب لو أنا وحدي يا رسول الله وبيغتسل في مكان مفتوح مش في حمام أعزكم الله؟ قال له النبي: فالله أحق أن تستحي منه. يبقى تستحي من ربنا. وكان سيدنا عثمان بن عفان أشد الناس حياء، وكان سيدنا عثمان تستحي منه الملائكة لشدة حيائه من ربه جل وعلا ومن الملائكة. أيضا من ضمن آداب الغسل غض البصر عن العورة وعن عورات الآخرين. سيدنا علي بن أبي طالب بنقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ليه؟ قالوا لأنه لم يسجد لصنم. وإيه تاني؟ لأنه لم ينظر إلى عورة أحد حتى ولم ينظر لعورة نفسه. سيدنا علي بن أبي طالب بنقول كرم الله وجهه، لم ينظر لعورة أحد. الإنسان يمسك عينيه عن النظر الحرام، ما يبقاش عينيه كده يعني أطلق لها العنان وتنظر لعورات النساء، يعني عمال على بطال ولا يبالي. لا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الآية فيها ثلاث حاجات، فيها تأديب وتنبيه وتهديد. قل للمؤمنين، آية في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم تأديب، ذلك أزكى لهم تنبيه، إن الله خبير بما يصنعون تهديد. تاني أقول تاني، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم تنبيه، ربنا بينبهنا، أو تأديب، ربنا بيأدبنا، ذلك أزكى لهم تنبيه، إن الله خبير بما يصنعون تهديد. خد بالك، ربنا يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبديه وما تخفيه، يعلم ما يحويه الضمير وما ينويه الإنسان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى. يبقى خدنا من أداب الغسل النهاردة التسمية، ستر العورة وغض البصر عن عورات الآخرين وعن عورة نفسك. الحديث بقية إن شاء الله، هروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: هل يجوز الاكتفاء بالاغتسال الاستحمام عن الوضوء؟ أقول وبالله التوفيق
ومنه العون والمدد والسداد والرشد. أنا ذكرت في أول الحلقة إن في غسل واجب وفي غسل سنة. الغسل الواجب زي قلت الغسل من الحيض والنفاس والجنابة والاحتلام إلى آخره، ده غسل واجب. عندما يدخل الإنسان ويغتسل هو يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر. هو الغسل إيه هو يا أخوانا؟ الغسل هو التعميم، تعميم الجسد بالماء. أركان الغسل نية وتعميم، أعمم الجسد بالماء. وقلت قبل كده زمان في الفقه أنه لا يشترط أن تفك المرأة ضفائرها عند الغسل. لو امرأة بتغتسل من الجنابة لا يشترط أن تفك ضفائرها، إنما يكفي أنها تعمم شعرها وجسدها بالماء، تعميم كامل للجسد. فلو أنا بغتسل غسل جنابة وعايز الوضوء معاه أنوي رفع الحدث الأكبر. ربنا بيقول في القرآن وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب لو بغتسل غسل الجمعة، الغسل للعيدين، الغسل للإحرام، يجوز أن أتوضأ معه؟ يعني أدخل نية الوضوء مع الغسل؟ يجوز، ولكن أنوي رفع الحدث الأصغر. يبقى أنا بغتسل وبدخل الوضوء مع الغسل عشان أصلي. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا علمنا الحبيب الشفيع. يبقى لو غسل واجب، غسل من الجنابة أو الحيض والنفاس للمرأة، تنوي رفع الحدث الأكبر. طب لو غسل سنة، ينوي رفع الحدث الأصغر وينوي الوضوء مع الغسل. لكن في شرط مهم في هذا الأمر، أنت وانت بتغتسل نويت الوضوء في الاغتسال أو انغمست في بحر ونويت الوضوء والغسل معا يجوز، لكن بشرط ألا تمس الفرج بباطن الكف. وده مذهبنا مذهب الشافعية، من الأشياء التي تنقض الوضوء مس فرج الآدمي بباطن الكف. طيب لو لامس مثلا الملابس وجاء بطن يده على فرجه دون تعمد لا شيء عليه، إنما العبرة أن يكون من غير حائل. لو مسست الفرج بباطن الكف انتقض الوضوء، تتوضى تاني من أول وإيه وجديد. يبقى عليه نقول للسائل الكريم يجوز أن تدخل نية الوضوء مع الغسل إذا كان غسل جنابة، ولكن بنية رفع الحدث الأكبر والوضوء معاه. لو غسل سنة بنية رفع الحدث الأصغر، أن أنت ناوي تتوضأ لأجل الصلاة، ويبقى النية واحدة وبشرط ألا يمس الفرج بباطن الكف. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، اللهم آمين. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.